صباح الخير أعزائي مشاهدي قناة زاغروس الفضائية. الحياة مواقف، منها ما يصدمك ومنها ما يحزنك، وهنالك مواقف لا تنسى. موضوعنا اليوم يقول: ما هو الموقف الذي رأيته وأعجبك ولم تنساه؟ خليكم ويانا وتعالوا نسأل الناس. سؤالنا اليوم يقول: موقف إنساني صار قدامك وعجبك وظل ببالك ما نسيته. جيراننا صار عدة ترميم وبيته يعني صبغ، فجيران الثاني يعني مكانه ضيق فيطبق سيارة بالباب. هلو؟ يعني قريب عليه. قريب عليه. أي فهو طلع يعني غطى سيارته عمود ما يأذي. يعني الموقف هذا كلش يعني عجبني الصراحة. اليوم كنت طالعة الظهر فشفت واحد قاعد يبيع ماي، يعني هو طفل كلش صغير، فاجا واحد رجال كبير عليه فاخذ من عنده ماي، بس انطى اكثر من الفلوس يعني اللي يبيعها بيها، هو مو يبيع اربع، انطى 10,000 بمو كان هذا الشيء يعني كمساعده قدمه. اي والله هي مواقف، بس هذا الموقف كلش شدني. كان عندنا جروب بالفيس، ف واحد من زملائنا سمعناه يعني من خلال الحديث انه يريد يتزوج، فواحد وصل لنا الفكره، كلمنا انه هذا الشخص يريد يتزوج وشويه حالته الماديه قليله، يعني مو مال زواج بالضبط. فقال ليش مو احنا عدد هواي، ممكن لو من كل واحد 100 ممكن يشيله يعني. فشاركنا بهذا الشيء والحمد لله والشكر صار الزواج وهسه تزوجوا، وموقف حلو وإنسان بنفس الوقت. والله في اليوم رحت شو اسمه عياده مال الطبيب، اي كشفيه او داخل، فخطايا طبت يعني مريه، انا من شفتها تاثرت كلش، تاثرت ما عندها فلوس يعني هدومها، فالطبيب هذا يعني معروف، هو يمنا معروف يعني بالخير ومعدل بعد الله يحفظه، فباوع عليها انقهر عليها، فسوى الكشفيه والدوماتها كلها على حسابه، فشنو هذا عمل خير يعني، والله يجزي الخير ان شاء الله. والله مره بالزوراء انا وعائلتي طالعين يوم عياد، صار قدامي ولد هيك مبين مو راح هم عليهم يتحاشون ببنيه، عاد والله فاتوا ولدهم من غربه، والله عاد ضربوهم هذول الولد وخلوهم يطردوهم، يعني هذا الموقف كلش حلو. ساعدوها البنيه هم عبالك مثل اخوتها. موقف ينحمل، هذا ينحمل طبعا، وهذا الموقف طبعا مين شال من بالي ابد. الحياة مواقف، فاعمل جاهدا أن تكون مواقفك شاهدة لك لا عليك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل لختام فقرتنا لهذا اليوم، وهذه عودة للزملاء داخل الاستوديو، كان معكم ضياء هيثم في نسمات زاغروس.